وبكده يا جماعة المقالين طلعوا 100%، ده المقال الأجنبي وده المقال العربي، وتقدر كده تشتغل عربي أجنبي أي نيتش أنت عايز تشتغله. اليونيك بتاعك هيكون 100%، تقدر تشتغل بيه في جوجل أدسنس أو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا في أفضل حال دايما. معكم السيد نعيم. حلقة النهاردة هتتكلم عن إزاي نعمل محتوى حصري بنسبة 100% أو نسبة على الأقل تكون مرضية ومقبولة لدى شركات زي جوجل أدسنس أو بدائل إعلانية. طيب ندخل في الشرح على طول يا شباب. ده موقع مثلا زي CNS، هنجيب مقال مثلا زي كده، المقال ده نازل النهاردة عايزين ناخده، هناخد الموضوع كده كله كوبي وهنطلع نحطه في ملف تكست، أو أنا بحطه في جوجل عشان بستسهل بس، وبناخد المقال كله كده كوبي، بنطلع على مواقع البلاجيريزم عشان نكشف الموقع ده حصري ولا مسروق. بنطلع على مواقع البلاجيريزم ونحط المقال، زي ما انتم شايفين المحتوى بلاجيريزم يعني مسروق بنسبة 97%، لأن محتوى أساسا موجود على مواقع، فاحنا لو استخدمناه هيبقى النسبة دي عالية جدا فمش هينفع. وموقع تاني بلاجيريزم مطلع برضو نسبة عالية جدا فمش هينفع نشتغل عليه. لو نفس المقال بقى عايزين نعرف ان هو بشري ولا مكتوب بالاي اي، هنطلع على موقع كاشف الاي اي، تمام، وهتحط المقال هنا كده، تمام، وتقول له تشيك، قال لك this is human text، يعني المحتوى بشري 100%. وادي موقع تاني هنشوف المقال عليه، وهنيجي هنا على الطريقة، هنختار الكشف المتقدم وندوس على كشف، قال لك المحتوى ده منتجه بواسطة البشر بنسبة 83%، يعني مكتوب بشري، تمام. طب ازاي احنا نوصل بقى نخلي المحتوى بتاعنا حصري بنسبة 100%؟ الطريقة الاولى والمضمونة بنسبة 100% هي اننا هنشوف المقالة دي بتتكلم عن ايه بالظبط. يعني لو المقال ده خبر ومنتشر باللغة العربية، هنروح ندور على مواقع بلغة تانية بيتكلم عن نفس الموضوع ونعمل اعادة صياغة للمقال. ومثال على ذلك، انا مثلا بشتغل على مواقع القصص لاني بحب المحتوى الدايم والمستمر، مش محتوى اخبار، عشان ببساطة بتعب في عمل المقال للخبر وبعد اسبوع بيبقى خبر واتحرق ومفيش زيارات. عشان كده هنجرب على قصة من موقع عربي، ودي القصة اللي احنا هنشتغل عليها. اول حاجة هناخد القصة كلها كده كوبي، وهنطلع على جوجل الاول، مش عشان نترجمها او ملف تكست تحط المقال فيه، هتحط المقال كده عادي وهتشيل منه اخر جملة اللي هي اقرأ المزيد دي عشان تشوف المقال فيه حاجة زيادة ولا لا، تمام، وبتاخد زي ما هو كده كوبي باللغة العربية زي ما هو، وبتطلع على مواقع زي شات جي بي تي او بو او جيميني، ولكن احنا هنستخدم بو او شات جي بي تي. المهم ايا كان المتوفر معاك، وبالمناسبه اللي مش عارف يسجل في شات جي بي تي، الموضوع بسيط جدا، بتجيب ايميل جوجل وتسجل بيه في المتصفح، تعمل تسجيل دخول على المتصفح نفسه، ولما تيجي تسجل ما تسجلش بالايميل، اعمل ساين اب على طول وسجل بجوجل على طول، ما تكتبش ايميل بقى ورقم تليفون والكلام ده، سجل بجوجل على طول واعمل متابعه وبقى معاك حساب شات جي بي تي. الموضوع بسيط، هتيجي تحت خالص كده وتكتب اريد اعاده صياغه هذا المقال باللغه الانجليزيه، وتدوس كده مسطرتين ثلاثة وتحط المقال وتدوس انتر، على طول زي ما انتم شايفين بدأ يكتب في القصة باللغة الإنجليزية مع إعادة الصياغة، هو كده تمام وخلص. هناخد القصة كلها كده كوبي، وهنطلع على مواقع البلاجيريزم عشان نشوف المحتوى ده مسروق ولا لا، هنحط المقال كده وندوس تشيك بلاجيريزم، وهنطلع على الموقع التاني برضو كده وهنحط المقال هنا وندوس تشيك بلاجيريزم. زي ما انتم شايفين كده طلع لي اليونيك 91%، ودي نسبة كويسة جدا جدا ومرضية جدا، وممكن كمان تيجي على الكلام اللي هو معلم لك عليه بالاحمر وتغير الصيغه بتاعته عشان توصل لنسبه 100%. طيب لو خدنا نفس المقال كده، لو جينا على الموقع التاني برضو مطلع لك نسبه اليونيك 95%، لان المواقع دي ما بتبقاش دقيقه بنسبه 100%، واللي تشيكر بتاعها بيختلف من موقع للتاني. طيب لو رحنا على موقع كشف الذكاء الاصطناعي وحطينا نفس المقال بالطريقه دي وعملنا تشيك، هيجيب لك المحتوى كله مكتوب بالذكاء الاصطناعي. طب ازاي تتخطى الخطوه دي؟ هناخد نفس المقال ونطلع على موقع بينس بوت، ودي خطوة مهمة جدا جدا جدا. سيان الموقع ده او موقع سبين بوت، ولكن موقع سبين بوت كويس جدا لانه بيديلك في المقالة 10,000 كلمة، فهتعمل كلير لكل حاجة هنا وهتحط المقال وهتضغط على بيزك سبين، هو دلوقتي بيعمل لك اعادة صياغة للمقال، هتيجي تاخد المقال من هنا كده كوبي. طيب تعالى نطلع الاول على كاشف الذكاء الاصطناعي، هنقول له اكشف لي عليه كده وهنعمل تشيك، قال لك المحتوى ده بشري بنسبة 100%. تعالى نروح الموقع تاني
التاني بيدينا النسبة. حطينا المقال هنا واخترنا الكشف المتقدم وهندوس على كشف. قال لك الموضوع دوت بنسبة 99% مكتوب بواسطة البشر، يعني محتوى بشري بنسبة 100%، ولو في حاجة هنا كده بيعلم لك عليها بالأحمر تقدر تغيرها أو تلعب فيها لو أنت عايز تخليها يونيك، تمام؟ وبالمناسبة مواقع البلاجيريزم فيها الكلام ده، فيها لو أنت المحتوى مسروق بتدوس على ميك از يونيك بتخليه فريد، ولكن خطوة الاسبان عشان نخليها بشري بنسبة 100%. تعال نكشف بقى في المواقع ديت على ان المقال ده مش مسروق. هنحط المقال تاني كده، هنعلم ايام نوت روبوت وندوس على تشيك بلاجيريزم، ونشوف برضو الموقع التاني عشان نطمن. هنشيل كل حاجة هنا في المقال ونحط المقال الجديد بتاعنا وهندوس على تشيك بلاجيريزم. الموقع الاولاني يا جماعة اداني اليونيك 92%، ودي نسبة كويسة جدا، تمام؟ لو انت عايز تخليه 100% بتغير الجملة اللي بيعلم لك عليها باللون الأحمر دوت عشان تخلي النسبة 100%، وبتيجي هنا نشوف اليونيك هنا 96% والبلاجاريزم 4%، ودي نسب على فكرة مرضية ومش مخالفة خالص. لو انت عايز تعمل الموضوع ده يونيك ببساطة بتيجي على ميك ات يونيك من هنا، تمام؟ بيعمل لك ري رايتنج للكلام المخالف او الكلام اللي بيبقى متكرر في مواقع تانية، وبيعمل لك اعادة صياغة ليه. هيفتح لك الصفحة دي كده، تنزل تحت شوية وتختار Rewriting Article، وما تختارش الـ AI لأنها بفلوس، وفي الآخر هتكشف لأنها ذكاء اصطناعي، تمام؟ بيعمل كده بروسيسنج للمقال، قال لك تمام المقال بتاعك جاهز. هتقول له تشيك بلاجيريزم مرة ثانية عشان تشوفه مسروق ولا لا، وهتاخده برضو كده كوبي وهتروح على كاشف الذكاء الاصطناعي على بال ما يعمل لك تشيك بلاجيريزم للمقال. هنعمل كلير كده ونحط المقال وندوس تشيك. قال لك برضو المحتوى بشري 100%، تمام. هنرجع تاني بقى، بيعمل لك بلاجيريزم، بنشوف الكشف هنا 22% وعمال يعد في الخلفية زي ما انتم شايفين، تمام. والموقع التاني بالمناسبة فيه نفس الخاصية بالظبط، ميك ات يونيك هيعمله لك حصري ويحوله لك من 4% ل0% بلاجيريزم، و100% يونيك اللي هو فريد ومحتوى حصري. طيب خلينا عشان ما نتقلش الدنيا، هنخلينا في موقع واحد دلوقتي، تمام جدا يا جماعة. قال لك اليونيك 97%. طيب الجملة اللي هي تعباه دي ومش عايزة تتغير او مش عارف يغيرها، احنا ممكن ناخدها كده كوبي بكل بساطة خالص ونطلع على موقع جوجل ونترجمها لو احنا مش فاهمين. هنيجي كده نكتبها بالعربي، انا فهمت كده معنى المقالة ايه او معنى الكلمة ايه، تمام. انا غيرت الجملة كده بكل بساطة، هاجي على اللغة الانجليزية واخدها كوبي، وهطلع تاني على الموقع، هاجي على الجملة دي وهي متعلمة كده، هدوس بس كنترول اف، تمام. وهطلع تاني هلاقي ان انا عشان عملت كنترول اف هلاقيها معلمة لي هنا كده، تمام، في المكان اللي بحط فيه المقالة، تمام. هاجي اخد كده الكلام اللي متعلم بالاصفر واحط مكانه الكلمتين اللي انا بدلتهم، وبكده بقيت المقال نسبة 100% حصري. اعمل تشيك بلاجيريزم مرة اخيرة بس قدامكم، لان هي عملت معايا 93%. مش كل الاوقات بتجيب لي 100%، احيانا بغير حاجات بسيطة، جملة، كلمة، حاجات كده خفيفة جدا عشان تجيب لي اليونيك 100%، زي ما هنشوف دلوقتي بامر الله. كده خلص يا جماعة، زي ما انتم شايفين قال لي المقال بتاعك يونيك 100% زيرو بلاجيريزم، وبكده تقدر تستخدمه في اي مكان واي مقالة تقدر تستخدمها للربح من جوجل ادسنس او من جوجل ادكس او اي مكان تحب. دي بالنسبة للغة العربية. طيب لو المقال بتاعنا اساسا لغة انجليزية هنعمل ايه؟ الموضوع بسيط برضو، هتيجي على المقال كده اللي هو باللغة الاجنبية وهتاخده كده كوبي، وهنطلع على جوجل، هحطه بس كده اخده من جوجل عشان ما ياخدش اي زيادات من الموقع معاه، وهطلع برضو على شات جي بي تي، هتقول له اريد اعادة صياغة هذا المقال باللغة العربية، هنعمل العكس وهندوس انتر، تمام. بالفعل ابتدى يعمل لي مقال باللغة العربية، تمام يا جماعة. كده هو خلص. هاجي بقى اخد المقال كده كله كوبي، تمام. هطلع تاني على جوجل، والمرة دي هاخد الترجمة اللي هي الانجليزي كده كوبي، وهطلع على موقع اللي هو سبين بوت، وهشيل طبعا المقال القديم كده واحط ايه باست من المقال الجديد، واضغط على بيزك سبين، وهو دلوقتي بيعمل لي سبين من المقال الجديد. هاجي اخده كده كله كوبي، وهطلع على مواقع البلاجيريزم، اي موقع فيهم خليني شغال على التاني، طالما انا شغال على التاني هحط المقال هنا كده، وانزل تحت اضغط على تشيك بلاجيريزم، تمام. هو مديني هنا بلاجيريزم 10% واليونيك 9%، ودي نتيجة بالنسبة لي مش مرضية. باجي اعمل ايه؟ باخد اللي هو معلمنا عليه بالاحمر دوت كده كوبي، ونفس الكلام يا جماعة بطلع على جوجل بحطه كده في جوجل، افهم معنى الجملة واختصرها له. يعني كلمة واضاف دي مثلا هنكتبها وقال،
لا ينبغي، هنقول لا يمكن للمشترين، هنكتب للذين اشتروا أن يتابعوا مصاريف بدل نفقات. كلمة تنتهك دي هنخليها تخالف. ماشي ماشي يا جماعة. وبعد كده هناخدها كده بالإنجليزي وهنطلع على الموقع. ماشي نفس الكلام، واحنا معلمين عليها نعمل كنترول اف ونطلع فوق، هنلاقي نفسنا معلمين عليها بالاصفر. هتشيل بقى الجملة وهتحطها كده، تنزل تحت شوية في جملة تانية هو كان معلم لك عليها، اه دي كده تمام، برضو هتعلم عليها كنترول اف، تاخدها كوبي، هتطلع على جوجل تاخد كده الكلمة بالعربي تفهم معناها. تمام انا كده خلصت المقال دوت، اختصرته في الجملة اللي تحت دي. تمام باجي اخدها كده كوبي وبطلع على الموقع تاني، بطلع فوق بلاقي نفسي معلم بالاصفر برضو، هشيل السطر ده كده واحط باست للسطر التاني اللي انا عملت له اعادة صياغة يدوي. وبعد كده بنزل تحت خالص بقى، اضغط على تشيك بلاجيريزم مرة تانية، بدأ يعمل عملية بروسيسنج. تمام ابتدى يعد معايا اهو. وبكده يا جماعة المقالين طلعوا 100%، ده المقال الاجنبي وده المقال العربي. وتقدر كده تشتغل عربي اجنبي اي نيتش انت عايز تشتغله، اليونيك بتاعك هيكون 100%، تقدر تشتغل بيه في جوجل ادسنس او جوجل ادكس او اي شركة تعجبك. وبكده تكون خلصت حلقتنا، كنت معاكم سيد نعيم، يا رب الشرح يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.